بينما ريال مدريد هو الثالث في الترتيب العام 57 نقطة من 23 مباراة في مونتاج الانتصار، ثلاث مرات بالتعادل ومرتين بالخسارة. كرة للريال، تشابي ألونسو، الحكم مونتينو يطلب اللعب، هجمة لكارث بيل ممتازة، هجمة خطيرة وكرة مثيرة، جول 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 جول. خسر رودريغيز، رودريغيز وبداية الامتياز، 1-0 للريال. الريال الرويال مشاهدينا الكرام، الضاحية الجنوبية تتألم بفعل الأقدام الملكية. هات الكرة وشوف أجمل صورة، يسارية ثم يمينية، رودريغيز صنع الامتياز، والكرة الأولى في شباك ميغيل أنخيل مويا. الريال بثوب الأبطال يا سادة، وهدف العادة، هدف لصفر للملك الذي يمشي الهوينة ملكا. الميرينجي